هنتابع محطاتنا وريبا صارت موجوده معنا بالاستوديو لكل اللي حابين يطرحوا عليها اي سؤال، واكيد رح تجاوبهم على الاسئله اللي وصلت من قبل على الواتساب. على صحة السلامة. ريوية صباح الخير. صباح الخير غيدة، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا. اليوم بدنا نقول لها يعني على صحة السلامة انتبهي على حالك، لأنه بلشت تمرض وهذا الشيء عم بيكون موجود هلا، يعني بهيدا التغييرات الطقس هيدا أكثر وقت بتكون عم تحتفل فيه الفيروسز كله. مزبوط. هيك رايحة بتتلقط بواحد ورا الثاني. مزبوط. لأنه عم نشوف قديش فعلا في كتير رشح، في جريب، في حرارة، انفلونزا، ومنهم بلشت الريوة كمان عم بتعيش الحالة حتى توصف لنا إياها. يعني كنت مبسوطة إنه بحد هلأ زمطت ما صار معي شيء، بس بده يلحقنا، ما فينا نهرب. ما في مفر. رح نبدأ بالأسئلة اللي وصلت من قبل على الواتساب ريوة، ومن بعدها بناخذ أسئلة المشاهدين. صحيح. عم تقول اللي عم يعملوا خطوط بالعرض صح على اللمس ببينوا اكثر، هون بعت الصوره رح نشوفها سوا. هي اتصلت الاسبوع الماضي وطلبت منها انه بليز تبعت صوره. ايه عم بتقول ليه عم يعملوا ليه عم يعملوا هيك. بدي اقول لك انا حولت سؤالك لطبيب الجلد، لانه اكيد انا ماني طبيب مخول شخص، لكن حبيت اخذ فكره انه شو ممكن تكون هالشغله. هلا حسب ما قالت، وطبعا بالنهايه بنرجع انه منيح نتابع مع الطبيب، لكن مبدئيا انه هيدا ممكن يكون تروما، بمعنى اكلتي ضربه قويه، خبطه على الضفر بتعمل هيك، او ممكن يكون درماتايتس. درماتايتس هو نوع من انواع الحساسيه. فلحد هلا ما في شيء ينعمل، بدك تنطري ليطول الضفر وبتروح. لكن اذا لقيتي انها بقيت، اكيد انا برجع بنصحك تروحي عند طبيب جلد او طبيبه جلد لتتاكدي، لانه مرات الخطوط اللي بالعرض بالاظافر بتكون لها دلاله لمشاكل معينه بالصحه اجمالا. الخطوط اللي بالطول بالاظافر بتصير بصوره طبيعيه مع تقدم العمر، بصير الضفر انشف، فبتكون وحده من علامات تقدم العمر، لكن بالعرض بصيروا يطلعوا لها بغير طريقه. لحد هلا ما في شيء بخوف حسب رأي طبيبه الجلد، لكن انا بنصحك اذا ضلت ترجعي تستشيري طبيب، يعني يشوفها او طبيبه يشوفوها مباشره. يعني لما بيكون هيك على ضفر واحد ما بتعتبر فطريات، يعني مثل ما اوقات بخافوا انه يكون في مثلا ينتقل من اصبع الى ثاني. لا بهالحاله لا، هي يا تروما خبطه قويه، يا نوع من انواع الدرماتايتس اللي هي حساسيه الجلد. أوكي. بس مرات مثل ما قلت بتكون دلاله لمشكله صحيه معينه، وحسب كمان اذا كان الخط ابيض بالعرض او اذا كانت التعرجات كتير قويه، يعني في كتير مؤشرات. من هيك نحن بنقول اوكي بننطر شوي، لكن اذا ما تحسنت او ما راحت مع الضفر لما يطول ويتجدد بدنا اكيد نشوف طبيب. وبتحسي مثل كانه في فراغ تحته للضفر، يعني بتحسي مثل كانه ما في جلد عم يكمش الضفر لانه تحته. اكل ضربه. ايه بتحسي كانه فاضي، يعني بتحسي الضفر لانه ابيض في تحته بتحسي كانه فاضي. صحيح. ما في شيء تحته عم يحميه للضفر. مزبوط. وانا برايي كمان يعني لنكون مطمنين اكثر، اذا ما بدك تنطري فيكي بكل بساطه يعني تستشيري طبيب جلد او طبيبه جلد، طبيب العيله او طبيب صحه عامه، سؤال صغير على السريع يعني بس بيطمنك اذا لازم تنطري او لازم تعملي شيء، لانه كمان الفحص مباشره غير الصوره. ايه. فنحن انا عم جرب ساعدك وحولت السؤال لطبيب الجلد، لكن كمان بفضل انك انت تشوفي حدا مباشره لنكون دقيقين يعني. صحيح. هون عم تسال عندها مشكله شعر زايد، وراحت لعند طبيب نسائي فحصها وعمل لها ايكو للرحم وقال لها انه نظيف ما في شيء بخوف، وصف لها دواء ما حنقوله اسمه. لا اكيد ما رح نقول اسمه لمده شهرين، وبعدين قال بيرفع لها الجرعه. بقى هي سؤالها عم تقول انه امين اخده من دون ما يطلب مني تحاليل وفحص هرمونات، خاصه وانه هيدا الدواء اللي اعطاها اياه بينوصف عاده لمرضى الضغط والقلب واثاره الجانبيه خوفتها. صح. هلا انا عملت شويه ريسيرش على هيدا الدواء، وصحيح انه هو بينوصف لمرضى الضغط والقلب. بالنهايه ما بقدر انا جاوبك لانه في طبيب متخصص فحصك وهو وصف الدواء، فاذا انت عندك يعني علامه استفهام انه هل هو الدواء هيدا المناسب لإلك تاخديه او لا، بكل بساطه لازم نخلق كوميونيكيشن او تواصل مع طبيبنا، ما نستحي نسال وما نوقع بفخ انه يمكن سؤالي بايخ، يمكن سؤالي سخيف، يمكن سؤالي ما له معنى، يمكن الطبيب ينزعج اذا سالت. مفروض الطبيب يجاوبني، هيدا حقي كمريض او مريضه. فاذا انت عندك علامه استفهام على هيدا الدواء او قريتي وخفتي من امور معينه
بتتصلي فيه وبتسألي وبتقولي له انه بفسر لك ليه ما طلب فحوصات هرمونات، لانه هو اكيد بيعرف ليه ما طلب، في سبب. انا ما بقدر اقول لك لانه هو اللي شاف الحاله وهو اللي هو اللي عمل الايكو طبعا كمان. فانت لحتى تطمني بتسألي ليه ما طلب فحص هرمونات، وبتسألي عن كل الهواجس اللي عندك اياها من الدواء، وعلى اساسها بتقرري. التواصل مع الطبيب كتير مهم، ونحن بعد شوي بثقافتنا بنستحي من هالموضوع. وفي مرات تما نظلم الكل، في اطباء كتير متجاوبين وبيشرحوا للمرضى، في اطباء شوي ما بيتعاونوا، فبنتمنى فبكونوا مشغولين كتير اوقات كمان هون، في صعوبه التواصل مع مع الطبيب. لو لازم ولو حتى بعد فتره وقت العياده، لو بوقت تاني، لو عن طريق مسج، يتواصلوا مع المريض ويجاوبوه، لانه المريض بيكون خايف، ما عارف شو عم بيصير، بده يطمن، فهو بحاجه لحدا يفسر له. انا برايي تحكي مع طبيبك وتفهمي منه اكثر. اكيد. سؤال كمان عم بتقول انه هون عم بسال على النسيان، كنت انا الصبح بلشت على موضوع على موضوع النسيان، هون عم بسال اذا في عشبه للنسيان او شيء بخلينا نركز اكثر. اوكي. هلا مؤخرا عم لاحظ قديش الناس كله حواليك ما حدا عم يتذكر شيء. صح، كلنا. ايه. وما لها علاقه بعمر صغير عمر كبير أبدا. كلنا، لانه ضغوطات الحياه زادت وبزياده صار في كميه معلومات بتدخل لدماغنا بصوره يوميه. انت ما تستهوني بانك على السمارت فون، على الايباد، على مراكز التواصل الاجتماعي، كل هيدي في عم بيجينا زخم من المعلومات، وهيدي يعني الكمبيوتر اللي قاعد جوا قديش بده يلحق يعمل بروسيسنج لهالمعلومات. بده يعمل بروسيسنج يظبطهم ويعرف وين بده يحط باي خانه، باي خانه، وكيف بده يحللها للمعلومه، بالاضافه لشغلنا، بالاضافه لمهامنا اليوميه، لمسؤولياتنا العائليه. فطبعا صار عندنا ضغط بحياتنا. هلا كثير مؤخرا في اسئله عن الاعشاب، بدي اقول لكم انا ماني اختصاصيه بالاعشاب، كمان ما بقدر جاوب بصوره اعتباطيه، لكن اللي بدي اقوله انه رح اعطي شوية تيبس تساعد على انه نركز وتكون الذاكرة عنا احسن. اول شيء نمط حياتنا كتير له تأثير، يعني اذا مننام عدد ساعات كافية بالليل، طبيعي تاني يوم رح نفيق متنبهين اكتر، انشط، ذهننا حاضر اكتر وقادرين نركز. فاذا النوم له علاقة كتير بهالموضوع، يعني تحكي 7-8 ساعات. صحيح، هيدا المعدل العام اللي صح. لازم لأغلبية الناس. هلأ في ناس بيقولوا انا بكفيني 6 ساعات، بيكونوا هن هدول الأقلية اللي بتجي بآخر المنحنى، يعني بكفيهم 6 ساعات إذا هن مبسوطين وحياتهم ماشي منيحة وعم بيقدروا يركزوا كل شيء أوكي. بس الأغلبية بيقعوا بهالفترة هاي اللي هي 7-8 ساعات، هي بتكون كافية لألهم ومهمة لألهم. طبعا الأعمار الأصغر بدهم أكتر، فالنوم كتير مهم. ثانيا بالنسبة للتركيز، انه نخفف من الستريس. ستريس كتير بيعمل تشويش على دماغنا، فاذا نحن وكلنا عندنا ستريس، كل شخص عنده ستريس بطريقة معينة بحياته، فنجرب نخفف، يا اما عن طريق الرياضة، يا اما عن طريق تقنيات التنفس اللي هو نتنفس بعمق، يعني ناخد النفس بطريقة ينتفخ البطن، نحبس لثواني قليلة، نرجع نطلع عدة مرات، بيساعدنا تو ريلاكس وبيساعدنا نروق. واللي بيعمله ليه منروق؟ لأنه فجأة بخلي الدماغ يركز على عملية التنفس اللي هي أصلا لا إرادية، ما منركز عليها. صحيح. بالتالي منزيح ذهننا عن المشكلة أو عن ستريس اللي عامل علينا ضغط، ومنركز على التنفس. فهيدي واحدة من الريلاكسيشن تكنيكس أو تقنيات الاسترخاء ونروق. ثالث شغلة انه نجرب اكيد نوعية غذائنا تكون متنوعة وصحية، لانه صحيح. لما بيكون غذائنا صحي كمان جسمنا كله بيكون صحي اكتر. كمان نجرب نعمل نوع من التريكس او الحيل لنتذكر الامور، يعني انا مثلا لنقول بدك تحطي مفاتيح البيت، مش كل يوم دوري على مفتاح البيت والسيارة قبل ما تطلعي. يكون في محل معين بتعرفي انه بهال الصحن الصغير او بهالعلبة انت دائما بتحطي المفاتيح، فبصير ما بتنسيهم تتذكريهم. اذا بتنسي اسماء اشخاص، وانا بعاني من هالمشكلة كتير، بنسى اسماء كتير، ما بدك هيدي، بتذكر وجوه بس بنسى اسماء. تجربي تربطي الاسم بشيء معين، يا بمهنة يا بشيء معين، يا اما شيء على وزن الاسم، بتساعد انه نتذكر. نعيد الاسم عدة مرات، نجرب نحفظ رقم، مش كله نتكل انه بنفتح السمارت فون وبنطلب الارقام. فهيدي شوي بتساعدنا نشغل ذهننا ونركز اكثر. القراءة كتير مهمة. صحيح. كمان الجيمز او الالعاب اللي بتخلينا نركز، مثل الكلمات المتقاطعة او الالعاب اللي بدها تفكير وحسابات، هي بتخلي ذهننا حاضر. بس سوري نسينا انه ليلى على ليلى عم ننسى. ليلى عذرينا نفترناكي، تفضلي ريوة عم تسمعك. ايه الو بونجور. بونجورين، كيفك ليلى؟ بدي اسال سؤال هو شوي قديم جديد. ما في سؤال قديم وما في سؤال، كل الاسئله مهمه، تفضلي. في بيبي خلق جديد عمره 6 ايام. نعم. نحن تربينا وربينا اولادنا، بس يصير في مغص للبيبي
بنعطيه ينسون عادة. بس نحن المستشفى ما سمحت لنا نعطي البيبي ينسون، قال لأنه ما بيعرف شو هيدي العشبة وممكن تعمل تسمم للطفل. بقى نحن صرنا خايفين من هالموضوع برضه، بس عم نعطي ينسون يعني. ما وقفنا الينسون، ما بدنا نعطي شيء أدوية يكون فيها كيميكالز أو شيء. بليز إذا فينا ناخد توضيح بهالأمر هيدا. أوكي، هلأ مثل ما قلت لك دايما الأعشاب في يعني خوف من انه نكون عم ناخد اوفر دوز. مثل ما قلنا دايما نحن عنا فكرة انه كل شيء طبيعي عظيم ما بيضر، ومنجرب اذا ما نفع ما بيضر بنكون مطمنين. لكن بوقت وخصوصا لما عم نحكي اطفال ممكن جرعه شوي زائده تاثر على الطفل. من هيك في شراب خصوصي للمغص للاطفال، وهو ما بيكون فيه مواد كيميائيه بتكون بتساعد الطفل منشان المغص. وعلى كل اذا بدك تعطي ينسون رجعي كمان احكي مع طبيب الاطفال، يمكن ابتداء من عمر معين وبتطالع فيكي او جرعه معينه بيقول لك قد ايه الدوز لحتى ما تاخذ ما تعطيه او تعطيها كميه كبيره. فكتير مهم انه ننتبه على هالموضوع لانه الاعشاب فعلا ممكن تكون بمحل نحن متوقعين منها افاده لكن تاذينا او تكون دوز زائد او جرعه زائده. ميرسي ليلى. اهلا وسهلا ليلى، نحن ما رح نلحق نتابع اسئلتنا بنخليهم لغير مره. رواقي بنرجع بنشوفك بخلال هالاسبوع بعالم الصباح، رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، خليكن معنا.